اوكي السلام عليكم. هاي حالة ثانية للإمبريشن. اللور كان كتير رائع عند الطالبة، لكن الآخر حدث بس إنه ما فيش تريز كان؟ لا أنا اخترت. أنت اللي اخترتي يعني، مش إنه فيش تريز. بس كعموم بدي أورجيكم كيف إنه التري الصغيرة، لاحظوا كيف التري بينت. هاي التري، هاي حديد التري، هاي حديدتها، هاي ستوك تريز صح؟ فهاي التري خابطة بالرج، عشان هيك ما فاتت، ما طلعت لي سلكس هون، لأنها من أول ما فاتت فوق الرج. فإذا أنت كان لازم تروحي على جنب، بس برضو هل إذا رحت على جنب الأناتومي حيضل متغطي؟ لاحظي أنا بدي أمشي لقدام، لأن أنا بدي أقرر هي أنا إيدي اللي غلط ولا تري حجمها غلط. مش مرات بدي أحتاج هذا القرار، أنا بحتاج أسأل نفسي شو الغلط عشان أعرف أصلحه. فإذا أنا تخيلي إني أنا مسكت التري وقدمتها لقدام عشان ما أخبط بالرج وأدخل جوا السلك الصح، أفوت جوا السلك الصح، شو حيصير بالأناتومي؟ صارت برا التري. فإذا هاي مشكلة حجم وليست مشكلة بوزيشنينج. أوكي، نفترض لو تيوبروسيتيز هون وجيت بدي أقدم تقريبا سنتي، تيوبروسيتيز صاروا على الحفة. أنا بحكي مثلا لو كانت تري أخرى ولقيت تيوبروسيتيز هون، معي مسافة خلفية كبيرة وهون المسافة الأمامية خابطة، معناته بمجرد إني أزيح البوزيشن لقدام بكون كافي وأخذت الإمبريشن صح. فإذا هاي مش مشكلة تري، مش مشكلة ماتيريال ولا مشكلة بوزيشنينج، وإنما مشكلة تري، تري صغيرة. لأنك حتى لو مشيتي لقدام أوكي حتستعملي سلكس كويس وحيفوت صح، بينما البوستيريا اللي حيكون أنا تناقص. طب إذا محدودة وما عندي تري كبيرة، إذا ما افترض إني انضغطت وما عندي تري كبيرة، شو بعمل؟ بقدم لقدام وبخلي النقص بالخلف، بس لما أبني الكومباوند ماتيريال ببنيها للخلف بعده بسنتي، وأنا جوا تم البيشنت وأنا بعد ما أضغط تمام باجي بإصبعي بدخل الماتيريال جوا الهاميرال نوتش، بكون بضغط من تحت، بحط إصبعي من تحت وبدفش الماتيريال باتجاه الهاميرال نوتش. أوكي؟ إذا يعني مسكرت معي، أو إني بضيف باخذ إمبريشن شورت شوي وبضيف جرين ستيك لاحقا بتكون هي طرية وهي بتفوت في الهاميرال نوتش. أوكي؟ فهذا حلول إذا محدودة، من تري خلصت تريز ومحدودة، لكن أنت ما زال معك مجال إنك تغيري التري. يلا غيري التري.